طبعا كله بيتجه لروى حارس المرمى. وادي امامنا لقاء اخر، لقاء اللي امامنا لقاء الحقيقه فرنسا وايطاليا اللي انتهى بالتعادل السلبي بدون اهداف. فرص الحقيقه متواليه، مواجهه الحقيقه صعبه جدا. بجلوكا طلع كره يوركاير، وادي زين الدين زيدان وركلات المعاناه الترجيحيه بعد انتهاء الوقت الاصلي والوقت الاضافي. وايطاليا باجي يسجل، وتصويبه من لزارازو ولكن بيتالق المره دي ويروح لها صح قوي جان لوكا باجلو. ادي امامنا شوف حضراتكم اللاعبين الفرنسيين وادي شامب والحزن، ولكن كره هنا بتضيع من البرتيني. البرتيني بيضيع، سجل في 94 في النهائي امام البرازيل وبيضيع في دور الثمانيه امام فرنسا ويتالق باركاس. حضراتكم الهجوم على الوجوه الايطاليه، وادي امامنا اللاعب ديفيد تريزيجيه منتخب فرنسا بيسجل ركله حلوه اول حاجه. تريزيجيه بثقه واقتدار، ثم ايطاليا كوستا كورتا وفرنسا هانري. حضراتكم عايز اعصاب وتوجيه والكره بقوه في زاويه. وادي امامنا كره حلوه قوي من فييري، هداف الحقيقه فييري حاططها الحقيقه في زاويه حلوه جدا. ثم بلان كابتن الحقيقه المنتخب الفرنسي المتالق الحقيقه في هذه البطوله. دي بياجو وركله الجزاء عايزه اعصاب، حضور جماهيري كبير جدا في استاد سان دوني. وادي الاعصاب بتفلت والكره بتضرب فين؟ تضرب في العارضه، والفرحه فرنسيه الحقيقه اللي بتسعى فرنسا